ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي في الشارقة، افتتح سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث فعالية أسبوع التراث القطري التي ينظمه المعهد، وذلك بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة وعدد من ممثلي الوفد القطري المشارك. انطلق أسبوع التراث القطري في البيت الغربي بقلب الشارقة ضمن أسابيع التراث العالمي في الشارقة، والذي ينبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يسهم في التعريف بالتراث العالمي من خلال استضافة دولة من دول العالم شهريا للتعرف عن قرب على ثقافات البلدان المختلفة. دولة قطر اليوم هي ثالث دولة خليجية تحضر في هذا الأسبوع الثقافي، وأعتقد دولة قطر دولة مهمة ولنا معها تاريخ مشترك وكثير من المشتركات من العادات والتقاليد والفنون الشعبية. حضورهم اليوم مهم، والاستمرار الأسابيع الثقافية التراثية بهذا الألق هو أيضا مهم، والحمد لله أعتقد هي تؤدي رسالتها ودورها المنشود. يتميز الأسبوع التراثي القطري بتقديم فقرات متنوعة كالفنون والحرف اليدوية والأكلات الشعبية وغيرها، كما استمتع الحضور خلال الافتتاح بسماع بعض من الفنون الشعبية لدولة قطر والتي ستقدم طيلة أيام الأسبوع. احنا كدول خليج وكشعب الحفاظ على الموروث الشعبي منها نقلها للأجيال القادمة، ومنها ان احنا نمارس في الموروث الشعبي سواء من حرف سواء من طرب سواء من كل ما يشمل الموروث الشعبي. تأتي استضافة دولة قطر من خلال أسابيع التراث العالمي في الشارقة لتؤكد على أهمية تبادل المعارف والخبرات من أجل الاستمرار في الحفاظ على التراث وصونه ونقله للأجيال، كون التراث الإنساني يعد ذا أهمية لدى كل الشعوب والأمم والحضارات. ضمن جهود المعهد بإقامة أسابيع التراث العالمية بالشارقة، ها هي اليوم تفتتح أسبوع التراث القطري الذي يستمر لغاية يوم الخميس المقبل. لأخبار الدار ولد عارف الشارقة.